حاج لطفي السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. عارفني؟ الله يشفيك. حياك الله حبيبي. السلام عليكم. دقيقة. نحن في ذكرى الراحل حياة أحمد أبو لبن. نبذة تاريخية، ماذا يذكرك مما قدمه من خدمات للمسلمين في هذه البلاد منذ 12 عاما من رحيله؟ بصفتك أيضا ناطق باسم الجاليات المغربية، الجالية المغربية التي تقدم خدمات لها منذ سنوات أيضا أنت، ونحن نذكر كل من يقدم خدمات حتى يتذكره الجيل القادم ويكون في ميزان حسناته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لشيخنا الراحل أبو عبد الله، الرجل البطل الذي قدم الكثير للمسلمين في هذه البلاد، وسبحان الله أنا أتذكر حديث في هذا المقام، في هذا المجال أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات العبد خطأ عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفى به، أو ولد صالح يدعو له. وسبحان الله ترك الشيخ أبو عبد الله ترك ثلاثة كلها. الله أكبر. ترك الولد الصالح، يعني أولاده كلهم صالحين، كلهم صالحين، وترك الصدقات الجارية. من بين الصدقات الله أكبر العمل المقبرة، أن المسلمين كلهم يدفنون فيه والأجر له بإذن الله السميع العليم، وعلم ينتفع به، وترك كتب، وترك يعني أشياء كثيرة تعود بالنفع على المسلمين، وأيضا ترك لنا هذا المسجد الذي نجتمع فيه كل المسلمون. نعم، ترك لنا هذا المسجد. جزاه الله كل خير. ونحن والله لما أنا دخلت للدنمارك ولما تعرفت الشيخ، هو أصبح أقرب إنسان على قلبي سبحان الله. كل صراحة مسجد المغاربة موجود في الطبق السفلي، وأنا أصلي معه في الطبق مسجد التوبة، في مسجد التوبة في فيستبروك، في فيستبروك. قبل كم سنة؟ لماذا؟ قبل 35 عاما. أيوة. لماذا؟ لأن رأيت الصدق في قلبي. رأيت أن الحب لهذا الدين والورع لهذا الدين، فدخل قلبي. وأنا مثال بسيط، وهكذا كثير من المسلمين التحقوا بهذه القفلة بمسجده وبدعوته وبطريقه وبمنهجه، فكان عنده منهج سليم، لا إفراط ولا تفريط، لا غدل ولا تكفير، ولا يعني الابتعاد على منهج الله سبحانه وتعالى. منهجه كان سالم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا أحببناه. ومن هذا المنبر نقول رحمك الله. هو ولده أيضا. رحمك الله يا أبا عبد الله، أسكنك الله فسيح جناتك إن شاء الله إلى الملتقى مع بعض إن شاء الله في جنة النعيم إن شاء الله. ونحن نتذكر الصادقون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كان إنسانا صادقا ومخلصا ومحبا، حيث أن الجميع كان يطلق على هذا المسجد مسجد الراحل أبو لبن، ولا يقولوا مسجد الوقف الاسكندنافي لمحبتهم لهذا الشيخ. رحمه الله. كل معنا. يلا. هذا هو ولده. إن شاء الله بإذن الله. يلا السلام عليكم. يا الأخوة المشاهدين السلام عليكم. ولده عبد الله. التقينا أيضا مع أحد الأخوة. الذين عاصرون الشيخ الراحل أحمد أبو لبن، اللهم صل على سيدنا محمد، منذ سنوات، حيث كان صديق المرحوم بإذن الله تعالى، وهو الشيخ أبو أحمد مؤذن المسجد التوبة قبل 35 عاما في الفيستربرو، حيث التقينا مع أحد أصدقاء المرحوم بإذن الله تعالى
الحاج أحمد أبو لبن مؤسس هذا المسجد الوقف الإسكندنافي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لا أريد أن أطيل في كلامي، لكن أريد أن أنوه للجيل القادم. نعم. الذي لم يسمع ولم يعلم من هو أبو لبن، من هو الراحل أحمد أبو لبن، وماذا قدم للمسلمين حاج أبو محمد. يعني تفضل. أولا إحنا نرحب بأخونا أمين الرشيد من هولندا. من هولندا. نعم. حياك الله. وهو صديق الشيخ أحمد أبو لبن. الله أكبر. هذا طبعا فرصة سعيدة حتى الذي لم يعلم من هو أحمد أبو لبن. نعم. يعلم من هو بلسان هذا الشخص. نعم. الذي عاصر الشيخ أحمد أبو لبن. مؤتمر العودي فلسطين. نعم. معلش يعني من يقدم؟ تفضل. هو قدمك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. ماذا يذكرك؟ الله وعلى آله وصحبه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. الشيخ الفاضل أحمد أبو لبن تجد آثاره الواضحة هنا في اسكندنافيا، وبالأخص هنا في مدينة كوبنهاجن، هذه المدينة التي تعرف الفضل أولا لله سبحانه وتعالى ثم لأحمد أبو لبن. أنا أعرفه منذ سنوات طويلة عندما كنت أزور كوبنهاجن، كان الشيخ أحمد أبو لبن رئيس لمسجد التوبة الذي كان في وسط المدينة، وبفضل صبره وثباته وسعة صدره استطاع أن يبني هذا الصرح الكبير اللي هو الوقف الاسكندنافي. الشيخ أحمد لبن موجود في ضمير الجالية العربية والإسلامية هنا في كوبنهاجن، ليس فقط في داخل الدنمارك. أنا من هولندا وأزور الدنمارك دائما، وكنت حريص أن أزور دائما شيخنا الفاضل أحمد أبو لبن. عندما أدخل لهذا المركز فعلا أتذكره، أتذكر همته، أتذكر كيف كان يعمل لهذا الدين ليل نهار. وهي ذكرى موجودة بيننا رغم السنوات الطويلة التي فقدناه جسديا، لكن روحه وعقله وهمته وحماسه الذي بثه عند هذا الجيل موجود في كل ركن، ليس فقط في هذا المسجد، ليس فقط في كوبنهاجن، بل في كل القارة الأوروبية. تعبيرا على ايضا وزياده على ما تفضلت به، لقد خسرت اسكندنافيا بالكامل ام الدنمارك وحدها؟ هل خسرت الراحل احمد ابو لبن اسكندنافيا باكملها، ام فقط الدنمارك وخاصه الجاليات العربيه التي تسكنها اوروبا؟ رجل بثقل الشيخ أحمد أبو لبن، هل يعوض؟ خسرته الأمة كلها حقيقة. فأنا أعرفه وأعرف دوره ليس فقط في مدينة كوبنهاجن، بل في الدنمارك، بل في السويد، بل في أوروبا. نحن صدفناه في هولندا أكثر مرة، والتقيت فيه بعدة مؤتمرات سواء في لندن أو في غيرها. فهو علامة وتجاوز عهده ومكانه وزمنه. خسرناه ولكن لقيانا به إن شاء الله تعالى بالجنة، فهذا هو حال الحياة. هو انتقل إلى الدار الآخرة، ولعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا به هناك في علين إن شاء الله. آمين. بارك الله فيك وأعظم الله أجرنا في ذكرى 12 من رحيل العلامة الكبير الذي يعد رمزا وعلما من أعلام الجاليات العربية والإسلامية في كل أوروبا وليس في اسكندنافيا. رحم الله الشيخ السيد أبو محمد. في ذكرى في ذكرى الراحل. نعم، هذا الشهر هو شهر ذكرى وفاة الشيخ أحمد أبو لبن الذي توفاه الله سنة 2007 1 شباط. فافتقدنا الشيخ بكل أمور حياتنا، وخاصة الأمور اللي تحصل هنا في الدنمارك، وخاصة التوجه العنصري الذي يعني قبل أسبوع قام بعض العنصريين بحق القرآن الكريم. وللأسف ما نسمع من أي مسجد أو الخطباء المشايخ اللي يتكلم عن هذا الموضوع. لو كان الشيخ أبو لبن هنا لكان تكلم بقوة ووقف وقفة الأسود أمام هذه العنصرية الجامحة في الدنمارك وغيرها. يعني هل هو ضعف من أئمة أو افتكار أم افتكارا من العلم؟ حيك أبو الأمين مراسل، أحلى مراسل أبو الأمين. الكلمة وكلمة الحق وكلمة والكلمة الحرة اللي بتوصل لكل أذان الناس في الدنمارك. أنا لن إحنا منشد عيديك أبو الأمين وإحنا في ظهرك. لن أفرح ولن أنبسط إلا لما الشيخ عوينات يتكلم على المنبر ويقول سيروا
ونحن من خلفك يا أبو الأمين. حجي طبعا هل هو افتكار من بعض المشايخ أم هو يعني الحرص على مثلا عدم التكلم بهذه المواضيع مش الحساسة العالمية اللي تهم العالم كله بأكمله، يحرقون كلام الله ولن يتكلمون في أي مسجد، لماذا؟ كان الشيخ رحمة الله عليه يعني كان مميزا فريدا من نوعه، يعني كان رجل المواقف ورجل المصاعب، وأنا أقول يعني لا يوجد إنسان يكون هنا في الدنمارك أو في غير الدنمارك يكون بديلا المحل بديلا نعم بديلا، يعني خسارة كبرى لكل الجاليات، هي خسارة للجالية في الدنمارك خاصة وعامة في أوروبا كلها. أبو اللبن عارف كيف كان معلما، كان قائدا، وكان أيضا شوكة في حلق معادين الإسلام، معادين وعدم نجاح، وكان يتعرض لعدة يعني مثلا انتقادات من الحكومات، تعرض انتقادات، هذا يعني الإنسان المسلم يتعرض لكل شيء. نعم، وكان هو يصبر كما كان يصبر الإمام أحمد بن حنبل. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أشكرك جزيل الشكر أبو محمد على هذه النبذة وعلى هذه يعني الإيضاحات التي إن شاء الله سنعرضها للجيل القادم الذين لم يسمعون عن حياة أبو لبن الذي افتقدناه، ولم يعوض ولم يأتي بديلا مكانه ولا يسد محله، حيث أننا بعد توحيده للجاليات الذي لم يكن يصلي ولا يصوم أصبح يصلي ويصوم ويقول أنني ذاهب أصلي في مسجد أبو اللبن. يعني حتى اسم الوقف الاسكندنافي كانت الناس ما تتذكره حسب حبهم لكبر حبهم للشيخ أحمد أبو لبن، يقولون نحن نذهب إلى الصلاة في مسجد أبو لبن. ولحد الآن منذ 12 عاما هذا المنبر الذي يقف عليه هي صورته لحد الآن راسخة في أعين كل من كان يعرف الراحل أحمد أبو لبن. وأنا أذكر الناس أنه كان هو الوحيد الشاهد على كتابة كتابي من زوجتي منذ 32 عاما، حيث تعرفنا عليه وحضر لقراءة فاتحتي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي إنجازات الشيخ أحمد أبو اللبن يعني بعد مرور 20 عاما على وجوده في الدنمارك، وهذا الوقف الاسكندنافي من ثمرة نجاحي وإنجازاتي، هذا الوقف الذي بنيناه بأنفسنا وبأموالنا وجهودنا طبعا، ولم نأخذ فلسا واحد من أي دولة أو أي جماعة أو أي سفارة. الحمد لله قرارنا مستقل لأننا نحن جمعنا المال بأيدينا ودفعنا لشراء هذا المبنى. الشيء الآخر المقبرة الإسلامية، هذا إنجاز آخر، والشباب المسلم، هذا الشباب المسلم الذي ينتمي إلى هذا الوقف، وهم تقريبا أكثر من 600 شخص من بنات وشباب، وهذول يعملون ليلا نهارا من أجل الدعوة في سبيل الله. فالحمد لله له إنجازات وله بصمة في الدنمارك وغير الدنمارك بإذن الله تعالى. طبعا لولا آمين، طبعا لولا جهود شيخ وقيادة حكيمة لن تفرح ولن تحصل هذه الجاليات على هذا المكان الذي يجمع جميع أبناء الجاليات المغتربة المهجرة أيضا في هذا المكان، من أيضا إنجازات اللي هي تشييع الجنازات في هذا المسجد الوقف الاسكندنافي. ولا يدعنا إلا أن نتذكر كل إنسان عمل خيرا فإن شاء الله في ميزان حسناته. جزاك الله خير أبو الأمين، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، رحم الله موتى المسلمون جميعا. هذا ما لدينا اليوم باسم رابطة أهل مسكي، صورته الحمد لله باسم رابطة أهل مسكي، هاي كل أهل مسكي ما شاء الله، هاي غالب تعال شو بده لا احكي، باركتوني في السماعة، مبروك السماعة أبو الأمين. ما شاء الله رابطة أهل مسكي الكلمة الحرة أبو الأمين. أيوة صور يا أبو المنبر، الكلمة الحرة أبو الأمين، صوت الحق يصدح في عالم الضيق صوه الظلام. بس بدنا ناقصنا موظفين و كم هاي موظف في النسفل مراسل، أيوة احكي مراسل الجاليات في نسفل، اسمع جيبوا له كاميرا يصير ينتج يعني يقدم برامج.
يعني يخلف عليه اللي بضيع وقته دون مقابل. حبيب أبو يعقوب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أنا بعمل في برنامج يعني وبعمل في لا يا ريت مع الناس يا ريت مع الناس ذكرى حياة الراحل أبو لبن. رحكته رحكته الله يرحمه. شو بذكرك فيه يا حج؟ كل ما أشوف المسجد والله بضل. الله أكبر. أنت اليوم قادم من مكان بعيد مدة يعني حوالي كيلو 100 كيلو. نعم 100 كيلو وتأتي لهذا المسجد لتصلي فيه. نعم. وتتذكر حياة الراحل أبو لبن. والله يعني له فضل كبير على الجالية الإسلامية اللي وحدهم وجمعهم في هذا المكان. الله عليه رحمة الله. أشكرك جزيل الشكر أبو يعقوب. إن شاء الله نكون في نكون على أبو علي. السلام عليكم. والحمد لله على السلامة. شو أخبارك؟ بالهادي. الحمد لله. الجمعة الماضية تذكروك اللي هو منير الأقطش. قال وين أبو علي؟ حبيبي بدي أشوفه زمان اللي ما شفته. البلد بتعرفه من بيتك. هو بعرفك كثير. بيت جمعين وذكرناك وقلنا له والله بيجي مرات. نعم. وقلنا له يعني أبو علي صار هو العلم والقدوة لكل دار جمع. في هذه المنطقة. لأنه هو المشارك وهو اللي بيتابع. العيلة كلها يعني. شكرا. شو تتذكر عن حياة أبو لبن اللي مات؟ الله يكرمه. نعم تذكروا يا حاج. نعم إنسان جليل الله يرحمه. الحمد لله. بارك الله فيك. هاي يعقوب جبر. يعقوب جبر. يعقوب جبر. هاي يعقوب جبر. محمود الجبر طبعا. يعني آخر كلمة. نعم نحييكم إن شاء الله. بصفتك أنت يعني موجود في هذه البلد. نعم. وبصفتك حبيبنا وحبيب دار جبر كلها وأهل مسكي. يعني ومدرب السواقة أيضا. والناطق الرسمي باسم الجبر. شو بذكرك حياة الراحل أحمد أبو لبن؟ أبو لبن شو بذكرك؟ والله شيخنا وحبيبنا الشيخ أحمد أبو لبن رحمه الله ورحم جميع المسلمين إن شاء الله. يعني هو من أجا على الدنمارك في أول الثمانينات وأسس وعمل الكثير للمسلمين وكان أيضا معلمنا في اللغة العربية الدينية الإسلامية في المدرسة العربية الإسلامية. أول ما ابتدأ طبعا كان معنا وفتح معنا عدة أماكن للصلاة مساجد والحمد لله رحمة الله عليه أسس الكثير من ضمنها هذا المسجد. أي نعم طبعا بدون أي شيء. ومن ضمنها أيضا المكتبة الإسلامية. نعم 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 نعم. ومن نعم شارك في جميع على ما أعتقد شهد مع ملحق عقد الزواج لأنه هو لحق عقد الزواج. لا بلى لحق عقد الزواج. الله أكبر. نعم نعم. يعني ما شاء الله يعني كان مطلعا. نعم. وكان يشارك في نعم. كل المناسبات. نعم. حتى بالأفراح كان يشارك. نعم. ويحضر. كان حبيب الجميع. والله رحمة الله عليه رحمه الله. هذا في ذكرانا نحن نذكر هذا الجيل سلط لي هذا الضوء حتى يعلمونا في المستقبل هذا المسجد من كان وراءه ومن كان الذي يسعى لتجميع كل أبناء الجاليات العربية والإسلامية في هذه البلدة العاصمة الدنماركية. نذكر هذا الجيل من هو الراحل أحمد أبو لبن رحمه الله. حمل روديتر عنده. شكرا شكرا للمصور. حياك الله. اللهم لا قبرها ربك يا رب العالمين. 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 اللهم
واغفر لنا أجمعين وسامحنا أجمعين وتب علينا أجمعين واغفر لحيينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا واغفر لنا جميع ذنوبنا برحمتك يا رحمن الرحيم واغفر لنا إذا صرنا إلى هذا المصير اللهم ارحمنا يوم وفاتنا اللهم ارحمنا يوم وفاتنا وارحمنا في قبورنا وارحمنا يوم العرض عليك يا ربنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الجنين طبعا أيها المشاهدون الكرام لأحد أبناء الجاليات العربية والإسلامية رحمه الله وصبر أهله وإن شاء الله يكون أحد طيور الجنة بإذن الله تعالى. كما علمنا أنه هذا الشاب وهو الذي يدعى الطاهر وهو باكستاني يشتغل ويعمل في مسجد الوقف الاسكندنافي في المكتبة. هي جنازة والدته رحمها الله بإذن الله تعالى. هذا هو الطاهر والدته بإذن الله تعالى رحمها الله يعمل في المكتبة في الوقف الاسكندنافي لخدمة أبناء المسلمون والمسلمات. نعم قمنا بهذه التغطية نظهر للجميع أننا نقوم مع أسرة واحدة في تلك المناسبات والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام ونحن يجمعنا الإيمان والتوحيد فأن نكون مسلمون جميعا ومترابطون وأسرة واحدة من قلب الحدث ومن المسجد الوقف الاسكندنافي. قمنا بهذه التغطية. رحم الله ما فقدتم. رحم الله ما فقدتم. نعم ها هو والدها ابنها الطاهر يقومون بتعزيته في المسجد لأن الناس يتفرقون الآن ويذهبون في كل أحد إلى أماكن سكنهم حيث لا يجتمعون إلا قليلا فيما بعضهم البعض ويقومون في التواصل واللقاءات أيام الجمعة في المساجد بسبب بعد الأماكن عن بعضها البعض بعد بعشرات الكيلوات للأمطار. نعم ها نحن قمنا بتوديع أيضا جنازة أخرى تعد رقم 4 جنازات في هذا الأسبوع منذ الجمعة الماضي إلى هذه الجمعة ودعنا 4 جنازات. جنازة لامرأتين وهي سورية وأيضا صوماليا وباكستانية وأيضا هذه باكستانية 4 جنازات في أسبوع واحد رحمهم الله. من المسجد الوقف الاسكندنافي في العاصمة الدنماركية أبو أمين يحييكم في 15 من شباط 2019 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم وإلى اللقاء. إن لله وإنا إليه راجعون ورحم الله موتى المسلمين جميعا. Ya Rabbi 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 ya Rab
في تدمير العلاقات الإنسانية دائما الشيطان يترجم تصرفاتنا مع بعض ترجمة خاطئة ويترجم كلامنا لبعض ترجمة خاطئة ويحمل تصرفاتنا على المحمل السيء ويحمل كلماتنا على المحمل السيء. فكيف ننتبه لهذه الترجمة الشيطانية التي تدمر العلاقات الإنسانية؟ هل تشمل الذي ذكرتها الشيطانية الشباب أم المجتمع بأكمله أو الأسرة بأكملها؟ هو دائما الشيطان يفسد العلاقات بين المتحابين بين المترابطين. في كل الشرائح بقى بين الوالدين والأولاد بين الأزواج وبعضهم البعض بين الجيران بين الأصدقاء على النحو اللي ذكرناه. هل الذي يحصل بين العائلات الإسلامية وفي كل مكان في كل العالم يعني هل هو من أسباب الشيطان في نفحة من الشيطان, الشيطان يؤدي إلى القتل أو يؤدي إلى تفكيك الأسر؟ كل علاقة حميمة يتربص بها الشيطان كل علاقة حميمة يتربص بها الشيطان ليوقع العداوة بين المتحابين. والعلاج هو الإذكارات من العلاج طبعا الأذكار والانتباه لهذا الخطر الاستعاذة بالله من فعل الشيطان. وكما قلت في آخر خطبتي إن احنا نثق في بعض ونحمل كلامنا وتصرفاتنا على المحمل الحسن دائما ده الحل. أشكرك جزيل الشكر عم شيخي أبو محمد طبعا نعم من السكن. الله يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الله بارك لك الدعاء. أيضا أيها المشاهدون الكرام والذين يتابعوننا التقينا مع رفيق درب حياة الشيخ أحمد أبو لبن أبو عبد الله رحمه الله في ذكرى 12 الذي كان يقف هنا على هذا المنبر ويقوم بخطبه والتقينا مع رفيق دربه أبو أحمد مؤذن المسجد في زمن حياة أحمد أبو لبن وفي وقتنا الحاضر منذ 30 عاما. السلام عليكم. طبعا ذكرى تاريخية عن شيخنا الذي افتقدناه الشيخ أحمد أبو لبن رفيق دربك. أكيد الشيخ يعني لا ينتسى أعمال الفعل التي أغنانا بها هي في الدنمارك وأنا كل بوقت اللي أنا تعرفت عليه من سنة 1900 يعني آخر 85 كان مسجد طوبين بيتر يعني أنا كنت ما كنت بعرفه قبل ما أجي على الدنمارك لكن كانت معرفة طيبة كتير والحقيقة يعني أعطانا دروس استفدنا منها إلى يوم القيامة إن شاء الله. الشيخ رحمة الله عليه كان هو يعني همه هو منفعة المسلمين في الدنمارك وكان يعمل من أجل المسلمين في الدنمارك وكان لا يعني يقتصر بأن يفعل قدر الإمكان كل جهود ونحن تربينا على أعماله وعلى أفعاله التي كان يقوم بها وهذه أعطتنا يعني روح التطوع في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل المسلمين. هل هو الأول مسجد أم في المصلون في الجالية العربية والإسلامية في الدنمارك على ما أعتقد في 88 أو في 87 هل هو أول مسجد هو مسجد التوبة في الفيسترابرو في كوبنهاجن؟ كان في مساجد قبل كان في المركز الإسلامي بس الشيخ رحمة الله عليه هو أول ما إذا كان يخطب بمكان قبل اللي كان قبل جنب المسجد الطوبي اللي كان جنب البوتكس كان في مكان قبل منه تقريبا بعيد عنه شي 200 متر كان يخطب فيه وكان صغير جدا وكان هذا المسجد اللي انتقل عليه في بيسترو كان اوسع كانوا باكستانيين الاخوه الباكستانيين هم يدون هذا المسجد وعندما هو راى ان المسلمين خصوصا العرب في الفتره فانتقلوا لهذا المكان هذا المكان كان اوسع. ماذا يذكرك على حياة أبو لبن في أيام صحبته وأيام طبعاً فقدانه الذي رحل ولم يعد؟ يعني أنا ما أعتقد جميع المسلمين في الدنمارك
يعني لا شعوره بأن الشيخ على كان اللي حضر أيامه كيف كانت في الدنمارك وكيف حصلت بعد فقدانها له فيها في هذا البلدان. يعني للأسف يعني أصبحنا لن يعوض يعني الله سبحانه وتعالى لا نقدر نقول هكذا, ولكن نحن الآن لا يوجد من قام بمقام الشيخ الحقيقة يعني لا أحد لا أحد لا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أحد يعوض عن أحد. الشيخ رحمة الله عليه كان رجل صادق صالح يعمل لله بالله بسبيل الله, ما عنده غاية شخصية. الشيخ مسكين أحيانا من كثر السهر والفكر والعمل اللي كان يفكر فيه كان ينام بالجوع, ما كان يأكل. الشيخ كان همه الجاليات أيضا, كان همه المسلمين. الشيخ كان همه يوحدهم, نعم المسلمين في البلد هذه. كما قال الأخ كان وضعنا في البلد هذه بوجود الشيخ وردود الشيخ على كل ما يحصل مميز عن الوقت اللي حالي اللي فيه احنا فيه. ما عاد في أحد يحكي باسمنا احنا كمسلمين كجارية إسلامية بصراحة من بعد الله يرحمه رحمة الله عليه. الشيخ أمين. أبو اللبن هو الذي اختاره الله تعالى ووكله في هذه يوم البلد. الرسومات عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع. هو الذي نشر هذه الدعوة والدعاية الذي أقامت من أعداء الله وأعداء الدين. والله تعالى اختار هذا الرجل وأقام بمهمته بإذن الله وقام ما عليه وأخذه الله تعالى لجواره كي يريحوا من هذا الألم والعذاب. وما زلنا نعاني أيضا لحد الآن ولن نجد أي إنسان يدافع عن هذا. بالنسبة ما زلنا نعاني أخي العزيز بقول الله تعالى وما زالوا يقاتلونكم كي يخرجوكم عن دينكم إن استطاعوا, بل لن يستطيعوا. فهذا وضع آخر. الله يرحمنا ويرحمه. والله العظيم هو مات وهو فقدنا تحت التراب. هو مات وهو تحت التراب, ولكن ترك بصمات بكل حائط بكل طرف بكل زاوية. ترك به صورته على هذا المنبر الذي نقف أمامه. صورته دائما يقف هنا. الله يرحمنا ورحمته. آمين يا رب العالمين. والخير بأمة وأعظم الله أجرنا في هذه الذكرى. يجعلنا رجال الصالحين, يجعلنا من الصادقين الصالحين. آمين. صلى الله على سيدنا. أشكرك عم أبو سليم. أخ أبو أحمد طبعا أشكرك جزيل الشكر على هذه النبذة التاريخية التي عبرت عنها لكي يعرف الجيل القادم من هو حياة الراحل الشيخ أحمد أبو لبن, وأيضا من يصلي معنا هنا من أعمار 30 عاما لن يستطيعوا أن يسمعوا من هو الشيخ أحمد أبو لبن بهذا العمر. مثلا هاي الشباب 30 عاما أصبح يعني فقدانه منذ 12 عاما كانت هاي الشباب التي تصلي الآن بعمر 10 سنين و12 سنة, وكثيرون سألوني من هو أحمد أبو لبن. فنحن أعددنا هذا التقرير حتى نظهر للناس ليس فقط من يسكن خارج الدنمارك وإنما الداخلون هنا في الدنمارك من الوجوه الجديدة ومن الجيل الصاعد الذي كان عمره صغيرا أيام حياة أحمد أبو لبن الذي ذهب ولم يرجع والذي أيضا فقدناه ولم يعوض. يعني كلمة أخيرة يا أبو الشيخ رحمة الله عليه هو مؤسس التطوع هنا في الدنمارك, يمكن المؤسسة الوحيدة الكبرى التي موجودة هي في أوروبا التي بنيت على التطوع. وكثير من الذين زارونا وحق أيام الشيخ وحتى الآن يزورونا يعني كما يأتون إلى هنا يتفاجؤون المتطوعين كيف يقومون بهذا الواجب أمام هذه المؤسسة التي تركها الشيخ أحمد أبو لبن رحمه الله, وهو المؤسس والمعلم. وكان همه أيضا يعني أن يخلق أو أن يقدر أن يساعد أو يأخذ أي أشياء تنفع المسلمين في الدنمارك من يسارع على تقديمها من أو يساعد المسلمين في الدنمارك هنا. هذا كان همه الكبير يعني الشيخ رحمة الله عليه, ولكن الله سبحانه وتعالى كان عمره هذا. وأيضا ساهم في أيضا في إنشاء المكبر الإسلامي الذي تهم كل الجاليات الآن. هو اللي كان وراها وكان يعني
يعني كان متشدد على أن نحصل على هذا المكان الخاص للمسلمين. وكان نسيبه في المكبرة رقم 7 أو 8 أو 10. سبحان الله. يعني يوم الافتتاح يعني أنا بذكره لما ألقى خطبة وقف على مكان وقال يعني حصلنا على هذا المكان ولا نعلم أين نموت. ويمكن وكان يؤشر بالمكان الذي دفن فيه ربما يكون هذا المكان المكاني بعد أيام أو بعد أشهر أو بعد رحمه الله فعلا دفن في المكان الذي أشهر عليه وهو على ما أعتقد كان رقم 12 أو رقم 10 من المسلمين الذين دفنوا في إنشاء المكبرة اللي هي برمبي. أشكرك عمي أبو أحمد، بارك الله فيك وعظم الله أجركم بارك الله فيك، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا التقينا أيضا مع أحد الأخوة المعاصرين القدامى وهو الحاج أبو إسلام. طبعا تعثرت بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة أحمد أبو لبن، رحمة الله عليه. كم سنة عاصرته يا حاج؟ رحمة الله عليه الشيخ أحمد أبو لبن من 1999 إلى 2007، 8 سنوات. يعني عاصرته 8 سنوات وكنت تسمع في خطبه كل جمعة؟ كنت أسمع خطبه، نعم. وبداية أول خطبة جئت فيها للمسجد سمعت خطابه وتذكرت ذلك اليوم جيدا. يعني دخلت المسجد كان بصوته الشجي، فقلت ما شاء الله ذكرني ببداية. ماذا ذكرك فعلا؟ احنا الشيخ كشك بدايتها، نعم. أول يوم ذكرني بالشيخ كشك لأني كنت جاي من فلسطين في البداية، نعم. طبعا بعد أسابيع قليلة دعوته على عرسي وشاركنا بدرس وانبسطنا في وجوده. كان يشارك ويحضر، كان يشارك الاحتفالات وشارك في عرسي إن شاء الله. حتى كان مشاهدنا كل يا عريس لفترة طويلة جدا لبعد سنة، قلنا له شخصا نصني متجوزين تشفي. وعلى كل حالات يعني أضيفك من الحب جانب، هو من عقد يعني بمعناها يعني قرأ فاتحتي أنا قبلك. هنيئا لك. قبلك في الدنمارك. هنيئا لك. في الدنمارك. هذا يعني شرف نحتس كان يعني في دعوة على حياة عمي، وكان يتشرف بلقائه وحضر إلى بيت منزل عمي وقرأ الفاتحة مع الحضور ما شاء الله بزوجتي أم الأمين. يعني هذا من حب جانب أضيفكم إليها، هذا الكلام بتقريبا 87. هنيئا لك أم الأمين وهذا شرف لك، وإن شاء الله إنه يكون زواجك موفق. والحمد لله يعني كنا نسمع لخطبه وتأثرنا بها كثيرا ودمعنا معه عندما في موقف فعلا جلي في إحداث سبتمبر عندما قال جفت دموعنا فلسطينيين لم يبقى لدينا دموع لنبكي على آخرين. فكانت كلماته سجلت في رحيل الشيخ أحمد أبو لبن. نعم. هل ترك في يعني في هذا المكان وبين الجاليات العربية والإسلامية في الدنمارك كلها بأكملها يعني حتى الجيل القادم الذي لم يعرف أبو لبن من هو، هل ترك فراغ كبير بالنسبة للجاليات؟ وهل يأتي إنسان آخر يعوض مكان شيخ أحمد أبو لبن في هذا المكان، يقف هنا على المنبر ويتكلم اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة بدفاعا عن المسلمين في كل عصر وفي كل حدث؟ أولا أقول رحمة الله على الشيخ أبو لبن وعلى مواقفه الكبيرة. ثانيا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير فيه وفي متين يوم القيامة. ما نعم. شاء الله القائمين على هذا المسجد يسيرون في هذا. هل يأتي إنسان آخر يعود مكانه في نفس كما أنت عصرته يعني في نفس صوته الجلي في نفس مقوماته؟ لا أدري الآن، مستحيل. لا يوجد، ولكن مستحيل. ولكن في آخرين يقومون بمقام يقومون تقليديا مثلا أو يكونون العمل مستمر. نعم 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 تسير الحمد لله. لكن هو كان ماشي بطريق أنه لا يعرف الخوف، لا يعرف. نعم. إلا أهم المسلمين ويقود المسلمين للعمل الخير والإصلاح ما شاء الله. حتى يعني بذبح الحلال، بالذبح الحلال مثلا كان أيضا يساهم في أنه يعني يجلب للجالية الإسلامية ذبح الحلال كالدواجن اللي هي الروابي وأنواع أخرى يعني من الذبح. يعني الشيخ شخصية أبو لبن الكرز، نعم. كان عندما ينطق الفتوى أو الأمر كان الناس تأخذها وتعمل بها.
يستمعون له. نعم بسبب مصداقيته وثقتهم به رحمة الله عليه. الآن أصبحت عدة مؤسسات كثرت المؤسسات والمساجد كثيرة والأئمة كثيرة كثيرون وكل إنسان يمشي على الهواء. تحدث عن هل يكون هناك شخصية أخرى؟ لا يأتي لا يأتي شخصية. تحتاج إلى المؤسسة تكون مؤسستكم متشابكة. كان وحده مؤسسة ما شاء الله. لأنه كانت كلمته مسموعة كشخصي الكاريزما اللي عنده. نعم يثقون به كأنه الأب والأخ وكل شيء يهم أبناء الجالية. ونسأل الله في المسجد هذا المصلين أن يكون ثوابهم في ميزان حسناته إن شاء الله. بارك الله فيك وإن شاء الله الله يجزيك الخير عن هاي المقابلة وعن هذا اللقاء اللي نجحت فيه أنك تذكرنا بأبونا وأخونا الشيخ أحمد أبو لبن. ونتمنى لأولاده وزوجته جميعا التوفيق يا رب. شكرا لك. أشكرك جزيل الشكر أخي أبو إسلام، بارك الله فيك وهذا واجبنا. نعم. وأيضا قبل ما أنتهي من هذا اللقاء أيها المشاهدون الكرام، التقينا مع أيضا دربه وصديقه وحبيبه الشيخ أبو. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ ناصر. الله طبعا الداعية أبو ناصر الذي تخدم أيضا أنت أبناء المسلمين. بمناسبة ذكرى رحيل الشيخ حياة أحمد أبو لبن رحمه الله منذ 12 عاما، على ما أعتقد ماذا يذكرك بعد رحيله؟ هل أنت شاركت في دفنه؟ شاركت بدفنه وشاركت بتحميمه. الله يرحمه ويرحم جميع محمد. ترك فراغ كثير علينا. ترك فراغ كثير. أيوة. ممكن نبين للناس الذين لم يعني يحصل لهم الشرف في التعرف عليه. طب ما أنت شايف الأوضاع هاي من 12 سنة لهلا كيف صارت؟ نعم لن نجد من يعوض مكانه. ما في تعويض عنه، اللي راح ما بيرجع. ماذا ذكرك؟ هل يعني افتقدنا؟ كل المسلمين. كل المسلمين افتقدنا. نعم. أيوه. كبير وصغير. كبير وصغير. أيوة. والجيل اللي صاعد الآن لا يعرف أحمد أبو لبن. يجب أن نعرفه من هو أبو لبن. من هو أبو لبن؟ أبو لبن أسطورة. نعم. سبحانه وتعالى بعثوا للناس حتى يهدي الناس هم بالدنمارك. كان همه الوحيد. ايوه همه الوحيد هو بس اصلاح الناس. اصلاح الناس. ايوه. وايضا الاسر، ترابط الاسر مع بعضها. كان يطلع ما يخلي محل مين ما يبعث له، ما يخلي يولاند، ما يخلي اودينسي، ما يخلي كلمبر، ما يخلي اي مطعم حدا يبعث له حدا يمس الليل يطلع حتى يحل القضايا. وحتى يعني كان ضد اعمال التفرقه. أيوة. والطلاق وكان همه يعني كان يتضايق جدا. أيوة. من عمليه انه تعال مثلا طلقني من فلان او من زوجي او كذا. ما كان يطلق. عنده كان يعني نوع من الكراهيه لهذا الشيء. كان يحب ان يجمع الاسر. لكن كان يجمعنا مثل ما كان يجمعنا هون، كان يجمع الناس كلها. وهو اللي ساهم في ايضا هو في ساهم شو بالوقف الاسكندنافي. ايوه. احكي لي عن المكبر ايضا. هو اللي يعني كان هو اللي اسس الوقف الاسلامي. هو كان اسس المقبره الاسلاميه. لولا الله سبحانه وتعالى سمى هو جهده هو ما كان في مقبره للمسلمين. كم كان رقم قبره في المقبره الاسلاميه الذي كان يسال ويقول احتمال ان ادفن هنا؟ وفعلا دفن محل ما اشر. كان اول واحد توفى 2006. بعدين هو خطب خطبه وقال يمكن انا اكون الثالث، بس طلع قبره رقم 39. 39 39 في المقبرة الإسلامية. الآن كم عدد المدفونين في هذه المقبرة؟ تقريبا فوق 500. فوق 500. أيوة. يعني 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 أتوا من بعده حوالي 500 شخص. أيوة. توفوا بعد حياة أبو لبن منذ 12 عاما. صح. أخيرا ماذا تقول للمسلمين والجاليات؟ الصبر يا رب العالمين، اللهم ألهمنا الصبر لفقدان هذا الرجل. فقدنا شيء عظيم. كان يفكر بالأمة ما يفكر بحاله. كان يدلهم من 10 للعشرة بالليل، كان يدلهم بالوقت بس حتى يفكر شو كيف يخدم المسلمين هم بالدنمارك. جنسية حياة أبو لبن ما هي؟ فلسطيني من أي بلاد؟ من يافا. مواليد يافا يعني. أشكرك جزيل الشكر أخ أبو محمد، وأنت الذي غسلت حياة أبو أحمد ودفنته بيديك إن شاء الله. شكرا جزيلا، إن شاء الله في ميزان حسناتك، وأعظم الله أجرنا جميعا في مناسبة ذكرى وفقدان الراحل الشيخ أحمد أبو لبن إمام هذا المسجد الوقف الإسكندنافي. كونوا معنا أيها المشاهدون وتابعونا.
أخيرا التقينا مع أعز على الناس وعلى حياة أحمد أبو لبن رحمه الله أبو عبد الله إلا هذا الشخص. السلام عليكم. طبعا أيها المسلمون هذا الشخص هو عبد الله ابن أحمد أبو لبن رحم الله والدك. في هذه المناسبة الذي نقوم بتغطية هذه التغطية عن حياة الراحل أحمد أبو لبن الذي نظهره للجاليات التي لم تعرف أبو لبن إذا بعد أن كانوا صغارا في العمر، ماذا تقول في هذه المناسبة بعد رحيل والدك أحمد أبو لبن منذ 12 عاما؟ سؤال صعب. ماذا يذكرك والدك؟ هل ترك فراغا مثلا في حياته في منزله بينكم؟ طبعا يعني طبعا هو شيء هو الأب في البيت يعني فترك فراغ هون إنه يكون الأب الواحد يكون يعني عنده أب في البيت وهيك إشياء. ترك فراغ إنه هو كان طبعا شيخ المسجد الوقف كانوا الناس يعني يسألوا يعني عندهم فتاوى وهيك إشياء ونحن كمان كنا عندنا أسئلة نسأله دغري بس لا يعني هذا الفراغ مو يعني الفراغ هلا موجود في بيته بينكم بين نعم الأسرة نعم. هل كان همه الجاليات الإسلامية والعربية في الدنمارك؟ هل كان مشغولا دائما يتصلون به دائما مثلا الجاليات؟ طبعا هو مشغول 24 ساعة كان يعني كان مثلا يجي على الوقف يجي من الصبح ويجي بالليل على البيت مرات ينام هون بالوقف قد ما بيشتغل.